السلام عليكم الاخوان، كراكم بخيرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخيرين وعلى خير، وعواش لكم مباركه ورمضان كريم، ودخل عليكم الصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. المهم الاخوان، في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم القفه الرمضانيه، و خليكم معنا، شوفوا معنا الفيديو ديال البارح ونرجعوا لكم. يلا الاخوان، ها هي القفه الرمضانيه. حنا عاد جبناها دابا حاليا، عندنا 20 خنشه ديال الرز، كل خنشه فيها 25 كيلو. وعندنا المسائل الاخرى اللي كاينه هنايا، من بعد ان شاء الله غادي نوريكم شنو كاين هنايا عندنا. يلا خليكم معنا. المهم اخواتي، دابا كل بيوت راح نعطيهم 2.5 كيلو للرز، ودابا كنفرقوا هذاك الشيء اخواتي وكنديروا ميزان، بس قد كل واحد 2.5 كيلو. زيدي 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 زيدي، صافي، بارك 2.5، صافي بارك. شوفي اخواتي، دابا عندنا الشتاء، ما شاء الله على الشتاء. خدامين احنا في الصباح ياكي محمد، بعد كي نجيب لنا السلعه، ودابا احنا مازالين. دابا شحال دابا؟ قريبا 6، قريب 6 دابا. وشوفوا اخواتي، ما شاء الله تبارك الله على الشتاء، شوفوا الشتاء اخواتي. دابا
محمد مازال خدام. محمد شوفوا اخواتي مازال خدام، بلس هو في الصباح، في الصباح يمشي هو بس يجيب صلاح. الاخوان كنديروا 500 بيسو، 500 بيسو اللي هي مغربيه جات ب 94. تصوري هنا لاني هي 500 بيسو جات ب 94 درهم مغربيه و 36 سنتيم. هذه كنحطوها كل واحد نحطوا له طولي وحده بحال هذه حتى هذه هي عقلي معايا لاني باش ما نضبلوهاش. اه زيدين هذه بحال هكا، يعني كل قفه كنحطوا ليه 500 بيسو، لان ربما ما يلقاش شي حاجه في القفه، ما يلقاش شي حاجه في القفه، يعني كتكون بعدا عنده الفلوس يقدر يشري شي حاجه اخرى. حتى شي واحد كتلقى عنده الروز ولكن ما عندوش يشري شي حاجه اخرى ما حطناهاش في القفه، يعني كله انا نشريها. صافا انا قطع وجيبي لي البراوس قطعي قطعي. اخ المهم الاخوان غادي نوريكم شنو دايرين في القفة، أوريكم شنو فيها. أول حاجة عندنا 500 بيسو، عندنا هنايا الروز، صور هنا لاني، عندنا هنايا الروز، يعني فرقنا لهم خنشة ما بين جوج، كل خنشة فيها 25 كيلو، كديوها جوج للناس، يعني كل جوج ديال الناس كديو 25 كيلو ديال الروز. كنفرقوها ليهم. عندنا هنايا عصير، عندنا هنايا العصير، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا ستة ديال العصيرات. عندنا اندومي، شحال عندنا اندومي؟ ستة اندومي، ستة عندنا، ستة ديال اندومي. عندنا هذا شوية صوص الاخوان، هذا شوية صوص ضروري كيحتاجوه مع الروز، هذا الخل ديال الصوجة. عندنا الحوت، عندنا خمسة نتاع الحوت، عندنا القهوة، وعندنا السكر. المهم هذه هي القفة الرمضانية، الشيء اللي فيها. هانتوما الاخوان هذه اللي فيها في القفة الرمضانية هي هذه. المهم الاخوان بعد ما شفتوا لا فيديو ديال البارح، حنا كذلك عاد كملنا هذا الصباح هذا، وغنوريكم هنا الاخوان. هنا الاخوان عندنا 40 عائلة او 40 قفة اللي غادي يستافدوا معنا الناس، واللي كاين هنايا الدوار، اللي كاين هنايا المحيط بالدار ديال لاني فيه 38 عائلة، وزدنا حنايا واحد جوج قفات لأن ربما يجي شي واحد غريب. المهم الإخوان كيف ما قلت لكم هنا عندنا 40 خنشة، وكل خنشة يعني الثمن ديالها باش مقيومة، يعني كل قفة مقيومة ب 300 درهم، 300 درهم، 6000 ريال، قل شي حاجة يعني قل واحد 3 دراهم، يعني بقى 3 دراهم تقريبا ل 300 درهم للقفة باش طايحة علينا. المهم راني قلت لكم اشنو فيها، ودابا حنا حاليا دابا حنا كنتسناو، دابا حاليا كنتسناو العائلات على ما يجيو، لان دابا حاليا في الصباح كيكونوا مازالين خدامين، حنا وجدنا لهم القفات نتاعهم، ونتسناهم على ما يجيو جوا هداك تقريبا مع 3 ولا 2:30،
غنبداو ان شاء الله باذن الله يعني التفريق ديال القفات. المهم الاخوان كي راكم بخير. المهم الاخوان الناس هما جاوا باش انهم ياخذوا القفه ديالهم، وغادي تشوفوا معنا كاين 40 عائله و 40 قفه. وشو القفه اشنو فيها؟ دابا اللي بقى لينا هما ان نعطيو الامانه لمواليها باش انهم يمشيو، ولان كاين الناس اللي جايين من بلاصه بعيده، مازال الناس غادي تجي، ولكن نعطيو بعدا لهاد المجموعه اللي جات باش تمشي، لان تقدر الشط قبطها هنايا، كاين الناس اللي جات من بلاصه بعيده شي شويه. والمهم يلا اخوان خليكم معنا. السلام عليكم اخواتي. اليوم اخواتي ناس جاوا ودابا هادو ولاد الصغار اللي كتشوفوهم راه كيجيو غير ولاد صغار، يعني ما كيجيوش والديهم. هذا بحال دابا، هذا ما جاش تباها وقال لي سيري ابني وجيري جيبي لي هذا امانه. دقيقة
وهذا أمها مريضة، أمها مريضة مسكين، وهي اللي جابه، هو اللي جابه. هذا دين دين. كان ما زال كان جاش هنايا لما يبقى يقوم هذا ينسى ليلى شكرا
والمهم الاخوان بقاو هاد شحال هنايا سبعه مزالين هاد السبعه على ما يجيو مواليهم كيقولوا على ان مواليهم ما كاينينش حاليا دابا يعني خدامين ولا ما عارف شنو مناش المشكل حيت قالوا لي المهم العائله ديال لاني مواليهم دابا يجيو. المهم الاخوان اللي بغيت نقول لكم هو شكرا 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 لكم بزاف الناس اللي تعاونت في القفار الرمضانيه، حتى بالنسبه للناس اللي ما عاونتش راكم عاونتوا بالمشاهده وعاونتوا باللايكات باش لا فيديو يوصل للناس اللي يقدروا انه يعاونوا. فشكرا لكم بزاف بزاف كيف ما فرحتوا هاد الناس وهاد الناس عاونتوهم، وتحياتي لكم من القلب والسلام عليكم حتى نشوفوا ان شاء الله في شي فيديو اخر. السلام عليكم، تحياتي من القلب، شكرا لكم بزاف.